يجتمع في هذه الصالة أعضاء من البرلمان التركي مع مسؤولين في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها، بعدما وصل عدد من أعضاء البرلمان إلى مدينة الريحانية التركية للاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين هنا وتفقد ما تقدمه الهيئة من مساعدات إغاثية وإنسانية لهم. طرحت في هذه الجلسة مشاريع نفذتها هيئة الإيهاها سابقا، وقدمت من المشاركين اقتراحات عدة تصب في مصلحة السوريين المقيمين على الأراضي التركية. اليوم من أنقرة ضيوف 15 نائب برلمان من حزب العدالة والتنمية اجوا زاروا بلدنا والريحانية، اشو الخدمات اللي عم نسويهن للسوريين وللأيتام، وإيش طلبات السوريين كلهم حكيناهم للدارسين جامعة، إيش نحسن نسوين والما عندهم إمكان، وإيش إيشو نحسن نسوي خدمات كلهم حكينا لهم. كنا بالإيهاها وهلأ عم يزوروا مطرح الأيتام، دار الأيتام شيء 990 واحد أيتام بدو عيشهم. انطلق وفد البرلمان لمعاينة المشاريع التي نفذتها الهيئة في مدينة الريحانية، ومنها الفرن الآلي الذي يوزع الخبز للسوريين مجانا داخل الأراضي السورية، ليكملوا جولتهم في قرية راف للأيتام والتي بنيت على الطراز الحديث وعلى شكل قرية تؤمن كل متطلبات الحياة اليومية لساكنها دون أي مقابل يذكر. نعم، نحن كنواب حزب عدالة وتنمية نحن نزور الآن في محافظة حتاي. نحن مسرورين ومبسوطين جدا، لأن في سوريا طبعا الناس ويعيشون الآن في حالة صعبة، ونحن الحمد لله نحن مسرورين ومبسوطين في هذه المنطقة. الوقف القطرية والوقف الخيرية الإنسانية في تركيا المشاركة بينهم، نحن كنا جدا مسرورين ومبسوطين إن شاء الله الحمد لله. تعمل هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات إيهاها منذ 5 سنوات على تقديم المساعدات للسوريين المنكوبين داخل وخارج سوريا، وها هي الحكومة التركية اليوم ترسل وفدا خاصا لتحفيز الهيئة على زيادة دعمها للسوريين علها تساندهم في عيش حياة كريمة. زكي الإدلبي، أورينت نيوز، مدينة الريحانية، تركيا.